تعكف الأوضاع في النيجر على جذب انتباه المجتمع الدولي نظرا للتوترات السياسية والاقتصادية التي تمر بها هذه الدولة الواقعة في منطقة الساحل. تلعب الصراعات والتداعيات الإقليمية دورا هاما في هذه الأوضاع، ومن بين هذه التداعيات يأتي الصراع بين فرنسا وروسيا حول التأثير والمصالح في النيجر. التنافس الفرنسي الروسي في النيجر. تتجلى المصالح الاقتصادية والاستراتيجية لفرنسا وروسيا في النيجر، حيث يشكل النيجر مصدرا مهما لليورانيوم والنفط. يروج الصراع الحالي بين البلدين لمسألة التأثير والتواجد في منطقة الساحل والمنافسة على مصادر الطاقة والثروات الطبيعية. تأثير فرنسا. تمتلك فرنسا تاريخا استعماريا في المنطقة وعلاقات ثقيلة مع دول الساحل. تعتبر فرنسا نفسها حامية للاستقرار في المنطقة، وقواتها المنتشرة هناك تسعى لمكافحة الجماعات المتشددة. من هنا تتصاعد مخاوف فرنسا من زيادة تأثير روسيا في المنطقة وتحديدا في النيجر. تصاعد تأثير روسيا. تتسع نفوذ روسيا في الساحل من خلال تطور علاقاتها مع الدول المحلية. تقوم روسيا بتوجيه الدعم والتعاون العسكري والاقتصادي إلى بعض هذه الدول، وتعزز من مكانتها في المنطقة. يعزز الدور الروسي الجديد وجودها في المنطقة، ويثير مخاوف القوى الغربية من تأثير روسيا الزايد والتحديات الأمنية المرتبطة بها. الصراع وتداعياته. تعكف فرنسا وروسيا على تحقيق تأثير أكبر في النيجر من خلال دعمهما لجهات مختلفة، وتزايد الصراع بينهما قد يؤدي إلى تصاعد التوترات والاستقطاب في المنطقة. من الممكن أن يؤدي هذا الصراع إلى تعقيد الأزمة الحالية في النيجر وعرقلة الجهود الدولية لاستعادة الاستقرار. التداعيات على المنطقة والعلاقات الدولية. تعكف الأوضاع في النيجر على تفاقم التوترات في منطقة الساحل، حيث تنتشر الجماعات المتشددة والنزاعات المستمرة. يمكن أن يؤدي الصراع بين فرنسا وروسيا إلى تعقيد الأوضاع أكثر وزيادة عبء المشكلات في المنطقة، مما يزيد من تهديدات الأمن والاستقرار. يظهر الصراع بين فرنسا وروسيا في النيجر أهمية المصالح الاستراتيجية والاقتصادية في تحديد العلاقات الدولية والتوازنات الإقليمية. تعكس هذه التوترات التحديات التي تواجهها المنطقة والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والتنمية. تسعى قناتنا على اليوتيوب EDC بالعربية لتوفير التحليل والمعلومات حول هذه التطورات الهامة، بهدف زيادة الوعي والفهم حول الأوضاع في المنطقة وتشجيع الحوار والتعاون الدولي لتحقيق السلام والاستقرار.